عصا تنطق عصورة، أهات في القلب محصورة. صور عصا تنطق عصورة، أهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم الصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم الصورة. صور عصا تنطق عصورة، أهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم الصورة. كم ميت اليوم لا قصة، بالموت لما أتى دوره. كم ميت اليوم لا قصة، بالموت لما أتى دوره. يا ناهب الأرض هل تدري كم تحتك الأرض معمورة؟ يا ناهب الأرض هل تدري كم تحتك الأرض معمورة؟ صور عصا تنطق عصورة، أهات في القلب معصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم الأسورة. من يبسط الدين إلى الدنيا، نفسه على الكذب مجبورة. من يبسط الدين إلى الدنيا، نفسه على الكذب مجبورة. هذه الخواتيم تتكرر، كم قص يا ناس مشهورة. هذه الخواتيم تتكرر، كم قص يا ناس مشهورة. صور عصا تنطق عصورة، أهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم الصورة. صور عصا تنطق عصورة، أهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم الصورة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق. مع حسن لبس الطمأنينة والسكينة والراحة. هل تذكرتم يوم الموت؟ يوم تفارقون القريب والحبيب؟ إن هذه الحياة أنفاس معدودة في أماكن محدودة بآجال معلومة وأرزاق مقسومة. الحمد لله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال يا حجي موجود قد باقي البنون. لما تعرف خلينا على تنبيقه هولي الزقرة بنفسي جهار أشوفه ما كذا أفرح حكونه لي أنه يوم الجامع أو لي أنه يوم الجمعية. لما تعرف بس على لي يا حاج. يا حاج، الإرادة إرادة الله والاعتراض على أمره، وقال تعالى واصبروا.
وأيضا قال في محكم كتابه: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله الله، ما هذه الآية اللي كملتي أنت مباشرة تطلقها؟ فبس ما سمعك إن شاء الآية الأولى صح لا لا؟ كلي وكلي سمك، لا تشربي جل عصير، يلا وكلي تتبسم لي. هل تخيلنا الأنفاس الأخيرة؟ على أي حال ستنقضي؟ هل سنكون ممن يحبون القدوم على ربهم؟ أم ممن يتمنون الرجعة؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وإيش هذا حقيقة قصص حكاية المقابر إن في أشباح وأرواح ومدري إيش؟ هذه كلها خرافات، لا أشباح ولا أرواح، الميت ميت قدمه. الموت الموت هو الأمر الأشنع والحادث الأهدم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكروبات. إنه لأمر يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك، لهو الأمر العظيم. يا عم أمين، حتى يعني أثعابين في المقابر كذب صح؟ لا، أثعابين موجودة في الخروج، يعني ممكن نشوف لهم أثعابين. يعني قصص الثعابين في القبور طلعوا من صدق، يعني ممكن انه مره تحفروا قبل ويطلع لكم ثعبان تسالوا عن الميت يطلع بسبب معصيه وانه مثلا ما يصليش او عاق او عاصي او اي معصيه كان يعملها بحياته. يبني الثعابين موجوده داخل المقبره بسبب وجود الاشجار، وعندما نحفر قبل ونشتي نحصل ثعبان، الثعبان هذا ما نقدرش نخرجه إلا بطلوع الروح. والسبب إنه يعني بعض البيض حقه داخل القبر ولا بجنب القبر، معاني يعني وهو جالس ما بقول نشتي نخرجه وهو يجي يدافع عنه عن بيضه. يعني وجود الثعابين في المقابر مش شرط بسبب الميت وأعماله، ربما وربما بسبب معصية عمل الرجال، قم العنان واللي صلي العشاء ونتعشي ونرجع ننام. نعم يلا. يا رامي، يا رامي. ايوه تعال ابني تعال. يا بابا ايش جديد؟ أسألك يعني في معك حساب في هذا الأسواق؟ أيوة معي لشابة، أقدمت لك حساب. نفتح حساب يا ابني، أنا معك بسواق على رأس. أنا يا ابني أشيد بحث لأن واحد اسمه الله هات هات يا محفظة هات اسمه هناك. طيب كرت تفضل يا أبا. طيب يا وقت فتح حسابي، ايش مرض اللي تبحث عنه؟ اكتب انك سالم. سالم الفايد. سالم الفايد يا ابني اشتي هذا ادخل صفحته ابسط ايش بينشر. هذا واحد طرده يدري سالم عم يشتغل. ايش عمل؟ هذا يا ابني قالوا بينشر صور ومعلومات عن اشخاص وبيثير فتنه، والان هو مختفي. لو يلقوه ويحصلوه لا يأدبوه ويمكن يذبحوه ويخسروه جلده ويكسروا عظامه. أنا خايف مصالحنا تروح بسببه. مصالحنا ولا مصالحه؟ يا ابني هذا الأمور أنت مش عارف بها. دحين مش وقت الخبر هذا، جين نروح نتعشى وبعدين نتفاهم وخلي يحقق الفيسبوك هذا، خلي مفتوح تمام. طيب سوق وأنا أم بالحراك. أيقتلوه.
ليش؟ قلت لك توش. ايش قصة القبور روائحها؟ انه في قبور لها روائح طيبة وقبور لها روائح متنة، احيانا يكون في قبر بارد حتى وقت الشمس. امامين 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 ميت 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 من عمامين تخوفنيش. طيب فراقد انت اللي منهم جابوا ميت؟ تجيبوا ميت هذا الوقت؟ في كل الأوقات حتى بعد منتصف الليل. كلهم من الليل معنا ضيوف، اطلع إجازة يا حاجة. الحين راح ندعم أننا نجي أكلمك عن القبور وروائحها وحرارتها. أمامين أمامين أشياء كثيرة وأمور عديدة تحدث بالمقابر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإذا صحينا أحياء إن شاء الله سأحكي لكم كل شيء. يا الله دلحنا أجلس لوحدي مش قادر أرقد. ليش تخاف؟ ومن هم أموات؟ مع خفت من أحياء عادك تخاف من أموات؟ خليك شجاع واقتل خوفك بالاقتراب منه. قم قم افتح النافذة شوف القبور، شوف نهايتنا كلنا بني آدم في الحياة الدنيا. مثل ما قال عمك أمين، القبور فيها السكينة والروحانية.
فؤاد ما هوش موجود. انا عارف انه مش موجود بس اختي يعني خلي ايمانك بالله كبير. خير ايش فيه؟ صور عصا تنطق الصورة اهات في القلب محصورة. صور عصا تنطق الصورة اهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا انسان في عالم اليوم الصورة. يا سالم الخير يا انسان في عالم اليوم الصورة. صور عصا تنطق الصورة اهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا انسان في عالم اليوم الصورة. كم ميت اليوم لا قصة بالموت لما أتى دوره. كم ميت اليوم لا قصة بالموت لما أتى دوره. يا ناهب الأرض هل تدري كم تحتك الأرض معمورة. يا ناهب الأرض هل تدري كم تحتك الأرض معمورة. صور عصا تنطق الصورة أهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم الأسورة. من يبسط الدين للدنيا نفسه على الكذب مجبورة. من يبسط الدين للدنيا نفسه على الكذب مجبورة. خواتيم تتكرر كم قصة يا ناس مشهورة. هذه خواتيم تتكرر كم قصة يا ناس مشهورة. صور عصا تنطق الصورة أهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم الأصورة. صور عصا تنطق الصورة أهات في القلب محصورة. يا سالم الخير يا إنسان في عالم اليوم لا صورة.